نطلب من إدارة الصحة وهيئة الصحة إنه إنشاء مشفى بالشدادي، إنشاء مشفى الشدادي، لأن الشدادي تشمل قرى وأرياف من العريشة، من المرقدة، من تل الشاير، منطقة واسعة. وفي حال إنشاء مشفى بالشدادي يكون إنه حققنا هدف إنساني كبير. ونشكر جهودكم على العمل. احنا هنا منطقة الدشيشة، منطقة امان والحمد لله واستقرار، ولكن نعاني من بعض الشغلات المي موجودة. عندك مثل كهرباء، ماي، بلديات، فرن، تغطية، هاي كلها معدومة عندنا مي موجودة، وكلها موجودة جاهزة، يعني كلها منشآت موجودة، يعني كبلدية موجودة، كمستوصفات موجودة، كامل موجودة، ولكن ما بي اهتمام ولا بي يعني تقدير لهالمنطقة. يعني احنا نطالب بالكهرباء، بالمي، بالخبز، بالغناني، بالاسعار المازوت، كله هذا نطالب به يعني ونريده. نطالب بالمستشفيات، طب ما بي اذا يمرض منا واحد نروح للشدادي مسافة ما شيء 50 كيلو، واحنا يعني من سكان الدشيشة، مي ما بي، مازوت اسعار غالية، ووفرونا الخدمات، المستوصف طب ما بي كامل الدحام، وريد انه يجي مساعدة على المستوصفات بالبركة، يعني هو والموجودين كلياتهم. اريد يعني علاج مساعدة يجي مثل بها جرثومة بالدم، وانا ما اقدر على علاجها ولا اقدر على تحاليلها ولا اقدر على شيء. اريد يعني تجي مساعدة على هالمستوصفات واروح واجي عليها، وهذول ولد حلازاتي يعني انا وما يقصرون يساعدونا. وبارك الله باللي يسمعني واللي يلبي كلمتي، عند الله ما يروح شيء، وان شاء الله نكون من الصادقين. واحنا والله لاجئين بيتي بالحسينيه بالدير، انهاد نصه، فهمت علي؟ وبارك الله بكم واللي يسمعوني واللي يصدقوني، وان شاء الله والكريم ما نكذب بنوع غير نحشي حق الله. وبارك الله بكم.